أصيلة تميزت بتجربة الجداريات، وأنت كنت من 13 سنة وقت اللي أظن شاركت نعم في الجدال بموسمها الأول. نعم يمكن نعم، نحن ما يطلق علينا 16 شاب الآن صرنا رجال، يطلق ما يطلق علينا اليوم بأطفال الموسم. نعم، منهم حاتم البطيوي، عادل عثمان قصبي، عزيز غيلان، منهم من معاد جباري، منهم من صار فنانا ومشى في الميدان، ومنهم من لظروف صاروا دكاترة وصحفيين وأشياء أخرى. الجداريات في أصيلة حقيقة وضحت أو كشفت سر اللوحة، لأن لما تروح للمعرض وتشوف لوحة جاهزة بالبرواز والإنسان يشوف اللوحة واو عجيبة، بس لما الجدارية تقعد أمام الفنان وهو بيرسم تخطيط بفحم، ألوان أولية ألوان أخيرة، بعدين يدخل في الديتاي. الجداريات في أصيلة كانت مدرسة مفتوحة للشباب والمهتمين كيف يرسمون لوحة.